هذه عطايا رب العالمين، ما نقول 100,000، خلينا نقول 10,000، خلينا نقول باع الخاتم ب10,000. هذه العطايا الله عز وجل أعطاها البشر في دنياهم. نعم. طيب في الآخرة وش بتصير العطايا؟ الله أكبر. فهمت قصدي؟ الله يضاعف. يعني لما أبذل 100 ريال في هالوقف، وقف أيتام حائل، الله عز وجل أعطى في الدنيا لهذا الرجل من 10 ريال يقول 100,000. يعني المضاعفات مي بسهلة. طيب والله يضاعف لمن يشاء. وش بتصير المضاعفات؟ الله أكبر. فاهمين ربطي ولا ما فهمت؟ واضحة تقول واضح واضح الربط جدا جميل. فأنا أقول الوقف فرصة، اللي ناوي يتاجر مع الله عز وجل الوقف الآن فرصة. ابذل 100 ريال، تخيل كم بتصير. والله يضاعف لمن يشاء، الله اللي بيضاعفها. طيب وش بتصير؟ أعتقد ما توصلها العقول، فلا تبخلوا على أنفسكم. يعني يحطوا لهم أرصدة ولا لا؟ ايه؟ أرصدة في البنك. الله الله. كل ما جاء لهم مبلغ، جاء لهم حصل لهم مثلا سعي، حصل لهم مثلا، حط هذا الرصيد. نعم. هذا شيء طيب. أيضا اجعل لك رصيد دائما أخروي. وشون تحصل على قضيتهم؟ شلون تملى هذا الرصيد بمثل هذه المجالات؟ نعم. الإحسان، النفقة، مثل هذا الوقف المبارك، هذا لك في رصيدك. رصيدك في الآخر. نعم صحيح. دائما رصيدك لا يكون إلا دائما على ما قال في أجمل حال وممتلئ. ارفع إلى ربك سبحانه وتعالى وابشر بخير. تبدل حاجة لنفسك. إيه. اللي يبدل. إيه. وما تنفقه لنفسك. نعم. ها. إيه. جميل. وش هي الآية؟ وما تنفقوا من خير. فلأنفسكم. لا، هو نفسه أي حاجة يدفعها الإنسان يلقاها. عند الله سبحانه وتعالى. عند الله سبحانه وتعالى. عزي أخونا أبو حسان في وفاة عمه أبو زوجته جد ولده حسان رحمه الله. رحمه الله الشيخ عبد الله بن سعيد العدواني، شيخ قرية عدوان. لا حول. رجل صالح مات عمره 100 سنة وهو بكامل قواه العقلية. ما شاء الله. ومن الصالحين. نعزيه ونعزي ولده حمدي، ومن هذا المكان نتبرأ بسهم الجد حسان. اسلم كمل ما عليه. نتبرع بسهم في هذا الوقف المبارك عن جد حسان آل ثابت، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له. آمين. وان يغفر لأموات المسلمين. آمين. وان يجعلنا واياكم مباركين، وان يبارك في هذا الوقف وفي من قدم فيه. القصة على عجالة. لحظة قبل القصة. لبه. حنا أيضا من مجلس الجوي نتقدم بالعزاء لأخونا أبو حسان في وفاة جد حسان، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين. ونتقدم العزاء لأبنائه وبناته وأقاربه وجميع أحبائه، فأسأل الله عز وجل وجميع المسلمين. أسأل الله أن يغفر له لجميع المسلمين. أسأل الله أن يغفر له جميع المسلمين. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم جميعا في الفردوس الأعلى. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.